لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. التشكيلة المحتملة للنجم الرياضي السياحلي ضد الشباب الأردني يواجه اليوم النجم الرياضي السياحلي نادي شباب الأردن في إطار إياب الدور السادس عشر من البطولة العربية. ومن المنتظر أن يعاول المدرب فوزي البنزرتي على التشكيلة التالية: مكرم البديري في حراسة المرمى، في خط الدفاع وجدي كشريدة، مرتضى بن ونيس، زياد بوغتاس وسدين بن عزيزة، في وسط الميدان سليم بوخنشوش، مالك بعايو وحمزة الأحمر، في الهجوم فراس بالعربي، دراوين غونزاليس. وسيحاول النجم الرياضي السياحلي يدارك نتيجة الذهاب التي انتهت بانتصار الفريق الأردني بنتيجة 2-1.